أزول فلو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أبرز ما حصل الأسبوع الماضي. للمرة الثانية منذ شهور يقع تحطيم قصر ريانا أو منزلها الفخم لهذا العام. فيوم الثلاثاء الماضي تلقت الشرطة اتصالا هاتفيا الساعة 10:30 ليلا وفتحوا التحقيق في السطو. قال متحدث الشرطة عن القضية لأحد المواقع أنه لا معلومات سيتم الإفراج عنها الآن حول ما إذا كان هناك أي شيء مسروق من الفيلا أو حتى المشتبه بهم، ولحد الآن لم يتم القبض على أحد. لحسن الحظ لم تكن ريانا في المنزل حينها، وعند اقتحام اللصوص لمنزلها انطلق جهاز الإنذار ووصلت الشرطة بسرعة. الجيران قالوا أنهم رأوا 3 أشخاص يفرون من المنزل في سيارة فضية. يذكر أنه سبق للصوص اقتحام منزل ريري في مايو الماضي، ولحسن الحظ لم تكن في المنزل آنذاك. بيلا حديد تألقت في مجلة هاربر بازار في نسختها العربية، فقد نشرت أمس السوبر موديل الصور على حسابها في إنستغرام حيث بدت أنيقة جدا. فقد عبرت العارضة البالغة من العمر 21 عاما عن مدى فخرها بالظهور في هذه المجلة. في إحدى الصور نشاهدها بشعر مجموع من 3 طبقات قرب مرآة مع مكياج بني وسموكي آيز بينما تنظر إلى الكاميرا. في إحدى الصور ترتدي اللون الأخضر، وهذه أول مرة تظهر فيها في هذه المجلة في نسختها العربية. نترككم مع الصور. الصور بعدسة المصور ماريانو فيفانكو، وذلك لعدد أكتوبر، والشعر من تصفيف جوي جورج. يذكر أن بيلا الآن سعيدة مع ذا ويكند أكثر من الأول. وعن انفصالهما قالت لمجلة تين فوغ: الحب يجرح لكن يجب أن تتحمله، يمكن أن يكون صعبا أحيانا لكن يبقى في قلبك بشكل ثقيل وعميق وتشعر به دائما. شكرا لكم على المتابعة، وواصلوا في دعمنا أكثر وأكثر. نحبكم وسنظل نحبكم.